في ملعب الأكاديمية الرياضية في خربة الجوز غرب جسر الشغور، أقام نادي النصر الرياضي دورة تدريب وتأهيل لحكام كرة القدم. أشرف على التدريب حكام مختصون من الدرجة الأولى، قدموا خلال الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على أرض الملعب. قمنا بداية بالمحاضرات النظرية، ثم انتقلنا إلى التدريبات العملية، شملت على شرح قانون اللعبة وتعديلاته في 2017-2018، جري الحكم طبعا أهم شيء، تعلمنا كيف الحكم يجري قطريا، يحصر اللعب بينه وبين حكم مساعد، تمام، والكرة تجري مجرى المباراة، مجرى المباراة يتحكم فيه الحكم. تلقى المتدربون في هذه الدورة المكثفة والتي استمرت 3 أيام القوانين العامة للعبة كرة القدم، وتم التركيز فيها على أخطاء الحكام الشائعة بغرض تفاديها. كما أعطي المتدربون قواعد قيادة المباريات بدءا من الإحماء الصحيح للحكام قبل المباراة وانتهاءا بمصافحة اللاعبين، ووزعت على الحكام الذين تجاوزوا الاختبارات النظرية والعملية في نهاية الدورة شهادات مصادق عليها من الاتحاد السوري الحر لكرة القدم. طبعا في الدورة شارك أكثر من 20 متدرب، تم منح 8 شهادات للحكام الأكفاء والمجتهدين لإدارتهم مستقبلا جميع النشاطات التي ستقام على هذا الملعب، وإن شاء الله الاتحاد السوري لكرة القدم سيكون قريب جدا من هذه المنشأة الحضارية، نظرا لتواجد هذا الجماهير الذي نفتقده منذ زمن بعيد، ويطفي جو من المتعة في مباريات كرة القدم. يؤكد الحكام المحاضرون أن المناطق المحررة تحتضن خامات رياضية من الممكن تطويرها والاستفادة منها مستقبلا، إذ تجري مباريات بشكل شبه يومي في ملعب الأكاديمية الرياضية بخربة الجوز، والذي يشهد حضورا جماهيريا يعد الأقوى على مستوى الملاعب في المناطق المحررة. يحاول الرياضيون هنا في ريف إدلب الغربي الرقي بالرياضة الحرة في هذه المنطقة من خلال إقامة هذه الدورات كدورة إعداد الحكام التي أقامها نادي النصر الرياضي وبإشراف الاتحاد السوري لكرة القدم. محمد الأشقر لأورينت نيوز، ريف جسر الشغور الغربي.